يا ريس متيم، شو عملت فينا وعلى شو وصيتنا على هالهامر جي ام سي الاي في 3 اكس 2024؟ شكرا على ساعتك. اولكم بده ياخذوا على دبي او على لبنان. 360 درجه، سنسر امامي، كبستين بالمفتاح، بيفضى غطى الموتير على اساس هو موتير ولكن انتم عارفين انه كهرباء. في كفرز بنلاقيهم جوا، هن كرمال السقف، بس نفكهم نحطهم بقلب. 22 انش اكيد بلايند سبوت، بيفتحوا بدور على البصمه. شوفوا لي هالسايد ستيبس، شوفوا لي هالسحبات التراك، هيدا قليل جدا تواجده. كبستين كذلك الامر بالمفتاح، بيفتح صندوق في اكس، هو هيدا المحرك اكبر واحد فيهم. شو رايكم بهالستوب؟ كوتون مع التيتانيوم مع الكروم الاسود والسقف مثل ما اتفقنا، شقف 2 3 4 هوب توب، بينفك وحتى هيدا الازاز بيطلع لبرا. يا حلاوه على الفاست تشارج، فانكشن ستيرنج وكبسه رادار وكله ديجيتال مع كبسه سعاده 360 درجه. نعم، مع هيدت وفنتليتد سيتس وايرلس تشارجر. الديفيوزر اللي فوق ولا افخم من هيك، مع 3 ليد، وطبعا في كاميرا بعيده وهون كاميرا القريبه. اللي ما حابب يعمل مثل الريس متيم ما يتاخر يتواصل معنا، مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات ويهني صاحب النصيب.